عن الغريب في تعز سمعنا، وقد كنا قبل نظن أن لا نجهل زاوية من زوايا وتفاصيل أرض تعز الكبيرة، حضرها والريف. كنا على الموعد وقد عجلت لواعج الأشواق بالمسير تحت ضغط فضول المعرفة والعلم بالشيء، حتى توقفت الرحلة في منطقة دبع بمديرية الشمايتين الواقعة جنوب تعز. في المكان أصبحنا نناظر وبكثير من الدهشة هذا العملاق الكبير، وهمنا الإحاطة بكل خفايا وتفاصيل هذا الغريب، وعلى أن من سمع ليس كمن رأى. تتواجد شجرة الغريب في محلة قحفة الغول، وهي التي لا شبيه لها من ذات الصنف، ويهولك ضخامة جذعها الذي يربض الأرض بثبات، وفروعها السامقة وهي تطاول السماء. الشجرة اسمي الكلهما، وعمري 2019 سنة حاليا، قطر 32 متر ونص، بارتفاع فوق 14، فروع 60 ب60، جهة العدنية جهة الشرقية، جهة الغربية جهة العدنية برضو 60. يعرف البعض هذه الشجرة باسم حارسة الدهر بالنظر إلى عمرها الضارب في القدم، أما علماء الزراعة والمهتمون بعلم النبات فقد وجدوا توصيفاً علمياً للشجرة التي يؤكدون أنها من النوع الفريد، ليس على مستوى اليمن وحسب، إنما على مستوى العالم أيضاً. أطلق عليها علمياً باسم شجرة أدان سونيا ديجيتيتا. طبعاً هي شجرة غريبة، تسمى شجرة غريب، وهي الوحيدة من نوعها في العالم، لا توجد في أي مناطق في أفريقيا أو في جنوب شرق آسيا أو في أوروبا مثل هذه الشجرة بهذا الطول وهذا العمر وهذه الحجم. غرابة هذه الشجرة جعلها محط أنظار الخبراء في العالم، وشهد هذا المكان بحسب معنيين برعايتها وصول أكثر من بعثة من الخبراء الأجانب والمحليين لمعاينة الشجرة وإجراء بعض الفحوصات عليها. في عندنا حاجة اسمها علم البوتانيك، هو علم النباتات، يتم عن طريق أخذ عينة من اللحاء أو من طبقات الشجرة ويتم فحصها مجهريا، ويتم من ذلك يتم عملية تحديد العمر، عمرها بالتأكيد كم عمر هذه الشجرة، يتم عن طريق هذه الإحداثيات أو عن طريق هذه الأشياء. تعطي الشجرة الغريبة ثماراً عبارة عن أزهار لا يعرف لها اسم، واستناداً إلى حديث المزارع المكلف بحراستها فإن هذه الشجرة الكبيرة جداً تنتج 3 ثمرات فقط، وهو ما يزيد الأمر غرابة ودهشة. هذا القعنب يوكل لما يكون عاده صغير، ما فك زهرة يوكل، لأن بعض القعانيد تعمل ثمر مليان، بس اللي يسطو 3 قعانيد والباقي كله زهور يرجع زي الزهور الباقية هذه، لكن لما قبل ما يفك تك زهرة يوكل. بعد توقف نموه على المستوى الرأسي لا يزال نمو الشجرة على المستوى الأفقي مستمر، ما يعني تمدد الأغصان التي يعطيها شكل المظلة الكبيرة. ويرجع البعض توقف النمو الرأسي إلى عدم وجود عناية كافية بهذه الشجرة النادرة. تواجه الشجرة العديد من المشاكل، منها الأمراض والآفات، وخاصة آفة الأرضة التي تقوم بعملية تؤدي إلى تدهور هذه الشجرة، وتعمل عملية يعني حجز الماء عن باقي الفروع. تحولت الشجرة مع كثرة المرتادين للاطلاع على غرابتها إلى معلم سياحي يؤومه الزوار من داخل تعز وخارجه، وجل الزيارات تكون بغرض التفكر في قدرة الخالق وعظيم صنعته جل في علاه. هي الشجرة الوحيدة الذي موجود في اليمن كبيرة الحجم، كنا نحن والعائلة نزور ونتمشي على هذه الشجرة. الإقبال بعض الأيام معك المواسم، لما تكون موسم الشجرة
نصيف، ولا معاك باليوم العادية الخميس الجمعة السبت هذا الزوار. وتتواجد الشجرة المعمرة في بيئة خضيرة، ما يزيد الزائر سعادة وانشراحاً.